مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم شكون يقلدني. رمضان مبارك سعيد لكم، نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير، وانتم بغيتوا تعرفوا شكون يقلدني يلا هو معنا. قدري تقلديني الحاجة؟ يلا غتقولي لي اللحم الحمام حلال واللحم الحمار حرام. اللحم ديالاش؟ اللحم الحمام حلال واللحم الحمار حرام. ما نعرفش اخويا، حاول غيكون ديال الحمام. السلام عليكم عمي، بخير؟ رمضان مبارك. سمك الله. ابراهيم. مرحبا سي ابراهيم، تقدر تقلدني عمي ابراهيم؟ غتقول لي لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام. لحم حرام. غتقول لي لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام. اللحم الحمام حلال، لحم الحمار حرام. ثلاثة المرات. لحم الحمام حلال، لحم الحمار حرام. لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام. لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام. ثلاثة مرات. لحم حلال حلال، لحم حمام، لحم حمام حلال ولحم الحلال حرام. لحم لحم حلال، لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام. غتقول لي لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام. لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام. لحم الحمام حلال ولحم الحمار حلال حرام. غتقول لي لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام. لحم حلال، لحم الحلال لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام. لحم حرام ولحم الحلال حرام. لحم حلال. لحم حلال. لحمام. لحم حرام. مرحبا هنا، غتقولي لي لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام. لحم الحمام حلال، لحم الحمار حرام. لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام. برافو عليك، عاودها. لحم الحلال، لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام. سمك الله. بديعة. مرحبا لالا بديعة، غتقولي لي انت كيما قلت الحاجة. لحم الحمام حلال، لحم الحمار حرام. شكرا على هذا العمل اللي كديروا، وكل سنة وانتم طيبين، ومن ثمر رمضان ايمانا واحتسابا، غفر الله ما قدم وما اخر من ذنبه.